FM. الكلمة ليك. كان شي عندنا القدرة اللي حكى له هو ماذا بينا رو الجهاد كل انتفضت توا حاليا ضد قانون المصالحة. علاش نحكي لك على الوعي لازم يمشي؟ ما فماش حاكم يجي يستبله شعب وما يوليش مستبد. سرا با سونس. شو يستبلهك في الانتخابات ويزيد عوده معك في قوانين كيما هذه وينتهك لك حقوقك وينهبك وما تعملش ردود فعل ضده؟ تبعت شيء يكون ماشي الاستبداد. ان كان فما معركه خليت خاف توا هو بتبعته الاقتصاد مضروب باش نعملوا العركه. لعل الحاكم هذا يضرب يتكبس. بالمناسبه راه باش نعاود نوضح للي يسمعوا، راي المعركه مش تكراسي، ما حشناش كرسي. الكرسي راهو عام 2019 اللي عنده طموح، لا انقلابيين ولا اغبياء ولا نخموا في منطق معناها تنثوروا عليهم وطيحوهم تنشدوا نحن، يعرف الله وين تنجم تمشي البلاد. اما يلزمهم معركه حقيقيه معاهم لكسر انوفهم، خاطر الفساد ولا اعلن رسميا على كونه موجود وكان عجبكم. هذا اش قال؟ انا تو نقرا في اللي قالوا سي الباجي، قال سبسي يا سيدي هاكو فقتوا به مثلا في قانون المصالحه، ونعرف اللي ما عنده ما يغير، وانا واعد به ناس وخدموا معايا ووقفوا معايا وانا باش نعديوا له وكان عجبكم. المنطقه هذه ينجم حد بسيط، خاطر لقيت شكون من اصحابنا سياسي يقول والله راجل كبير. المنطقه هذه بطلوه، راجل كبير هذاك في حومتك في المعمل هذاك، كي نبداو في منطقه بتاع الدوله اللي تقول لي راجل كبير لا شيء، راجل كبير تولي حاله شغور في رئاسه الجمهوريه، كان غير قادر على اتخاذ القرار يسميوه حاله شغور. هذا مش راجل كبير ولا راجل صغير. توا في موضع لازم معناتها تدخل انت باين طبي ملف طبي. شوف مانيش ندعي للانقلابات. اول حاجه باش نقول لك حاجه، في تونس لا محكمه دستور، ما تعرف شكون ينجم يعلن حاله شغور في رئاسه الجمهوريه؟ المحكمه الدستوريه. ما عندناش محكمه دستوريه. هنقول للتوانسه على المستوى الطبقه السياسيه الحاكمه حاليا حتى المحكمه الدستوريه ماهيش تكون موضوع ثقه. تحب نقول لك علاش؟ لانه باختصار الاغلبيه مش عندنا نحن، ومش عند المعارضه، ومش عند الناس اللي تحب تصلح. الاغلبيه عند ناس ما تحشمش. هون نعطيك اكزومبل، امريكا رئيس الجمهوريه نجم يعين بعض القضاة وهذيك حجه يعملوا فيها التوانسه. اي ما نحب نقول لهم حاجه، رئيس امريكا حتى كي يبدا ريغن ممثل ولا يبدا ترامب في المستوى اللي شفناه في الاخر، فما منطقه تاع دوله فما ناس حاولوا يستشير الى اخره. هنا ما يجيب لك شخص الا ما يكون عنده سي في صحيح وشخص محترم. الكلمة ليك.